والعملية تمت بنجاح. البلاصة هادي ما بقيتش تنحس فيها، خصني ندير بحال هكا نخليها هكاك ورك على البطونة يشعل الضو خفا زربان. بما ان شحال من واحد سولني واش طبيب ديال الاسنان غالي في ميريكان، واش بشحال طاحت عليك هاد اللعيبه، واخا نقول لكم بعدا اشنو وقع باش تعرفوا بشحال تتقام هاديك القضيه. اشنو وقع ليا هو كانت عندي واحد السنه هروى عليها التا، وذاك الهروب ديال التا كنت درت ليه واحد العمليه ديال الرجوع ديال التا باش نرجعوها، اختي واحد طريف من واحد لقين تخيطو. المهم فوق السنه بقى واحد الاخوه وما يعمرو هذاك العمر عماره، هذيك العماره كنت مريح داك النهار مع بنتي هي ترجع راسها كوي تعطيني ديريكت لديك السنه راه ما زقلاتهاش بواق غير تحت ديك العماره. من بعد عام ونص اتصلت طبيب الاسنان ديالي قلت ليه واش وقع، هو يقول لي جي مشيت عنده اليوم. هاي هاو ار يو، انا طبيب جاسم. قال لي هاد العماره هادي بما انها ماشي ديال السوسه عماره تجميليه هادي ما مغطيهاش لا سيرونس، غادي خاصك تخلص عليها واحد 750 دولار. وبما ان طبيب الاسنان من المعارف دار لي واحد التخفيض كبير حتى خلصت 200 دولار. هنايا هنا فين تتكون مهم ان يكون عندك معارف كود بيستو باك صاحبي وحتى في امريكا. حتى في امريكا هي هنايا ماشي في المؤسسات ديال الدولة، هنايا في المؤسسات الخاصة لي بيزنيسز بريفي. إلا صاحبك ألو المعارف تتكون واحد الاستفادة من الجانبين، هو مستفد منك وانت مستفد منه في شي حاجة وغادي هكا. ولكن هاد القضية هادي تتوقع بزاف في الوقيتة فاش تيكون عندك بيزنس، اللي بيزنس مان كله أو ما يطلقوا عليه كي تيقول آمين زيد شحمة في ظهر المعلوف. لي بيزنس مالي لي بيزنس مان كلهم شي مستفد من شي، بمعنى كون بيزنس مان كون تدير شي اضافة في هاد المجتمع وغادي تلقى اللي دايرين بك غير هما، غير هما اللي تصوني لي تيقول لك شوف انا غادي ناخذك مع تسعود واخا هو تيحل مع 11. جميل جدا. لهذا ونادي دائما تعلم حرفة ولغة، واللي باقي تيجيب وحدتك اللي باقي فيها طبيب فيها محامي فيها اصحاب الطاكس فيها المدى. العلماء اللي غادي ينوضوا ليا لا 200 دولار قليلة، ما هي لا هي فيها البنج فيها السيرفيس فيها عمارة فيها ليبرا فيها بافرلي هيلز فيها الباركين. تحياتي تاني فيها بزاف ديال الحوايج. تحياتي عبر الأتي.